أوميجا سكان برو هو النموذج الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم. مع جهازك الجديد والمتطور سوف تكون قادرا على البحث في أراضي ومساحات شاسعة وواسعة بوقت أقصر مقارنة بالأجهزة الكلاسيكية المنتشرة، وسوف تستطيع تحديد أهداف غير مكتشفة بأعماق ومسافات غير متوقعة. سهولة أكبر ومكاسب أكثر. جهاز ميجا سكان برو هو النموذج الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم، وهو يعمل على 10 برامج للمسح طويل المدى. وبرنامجين للقياس المغناطيسي. وبرنامج للمسح الأيوني. أي في إجمالي 13 برنامجا في دارته الإلكترونية، وهي الأحدث على الإطلاق. يستخدم الجهاز معالجات ARM وشاشة ملونة TFT قياس 4.3 بوصة. الجسم الرئيسي للجهاز يتكون من لدائن ذات جودة عالية من البلاستيك ABS. قطع ومكونات الجهاز: حقيبة الحمل، الوحدة الرئيسية للجهاز، هوائيات البحث، سماعات الرأس، طبق مقوي الإشارة، شاحن سيارة، شاحن منزلي، كيبل الشحن، ميني سنسور للمسح الأيوني، وحدة قياس العمق، سوبر سنسور. دليل الاستخدام: توضيحات الوحدة الرئيسية، حساسة تقوية الإشارة، ضوء تنبيه الشحن، مدخل الشحن، علبة البطارية، زر إيقاف وتشغيل الليزر، شعاع الليزر، هوائيات البحث، طبق مقوي الإشارة، توضيحات لوحة التحكم، زر تشغيل وإيقاف الجهاز، زر الأسفل. يمكن الدخول إلى ضبط التردد عبر الضغط مطولاً على الزر. زر الأعلى. يمكن كتم الصوت عبر الضغط مطولاً على نفس الزر. زر الدخول والاختيار. زر يسار. يمكن التحكم بإضاءة الشاشة عبر الضغط مطولاً على نفس الزر. زر يمين. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة عبر الضغط مطولاً على نفس الزر. زر الانتقال بين أوضاع ماجنتوميتر.
يتم تصفير نظام ماغنتوميتر والنظام الأيوني عبر الضغط مطولا على نفس الزر. بعد الضغط على زر التشغيل ستظهر الشاشات التالية: الماركة الخاصة بالجهاز، اسم الموديل، قائمة اختيار اللغات. بسبب الانتشار الكبير للجهاز تم تزويد الجهاز بثمان لغات عالمية تتيح لأي مستخدم استخدام الجهاز بسهولة. قائمة أنظمة البحث، يمكن اختيار النظام المناسب ثم الضغط على زر الدخول من لوحة التحكم. يحتوي جهاز ميجاسكان برو على ثلاثة أنظمة: نظام المسح بعيد المدى، النظام الأيوني، نظام قياس المغناطيسي. لاستخدام النظام الاستشعاري يتم تركيب الجهاز على الشكل الآتي: يتم توصيل الهوائيات بالوحدة الرئيسية للجهاز، نقوم بفتح الهوائيات لأقصى طول ممكن، يمكن ضبط توازن الهوائيات من رأس الهوائي عبر تدويره باتجاه اليمين واليسار حتى يكون الارتفاع واحدا بين الهوائيين. نقوم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل. بعد اختيار اللغة من قائمة اللغات نقوم باختيار نظام المسح بعيد المدى. بعد اختيار نظام المسح بعيد المدى ستظهر قائمة الأهداف الموجودة في الجهاز. يتم اختيار الهدف المناسب للمستخدم بالضغط على زر الدخول. بعد اختيار الهدف ستظهر لنا شاشة تحميل البرنامج، شاشة البحث، وسيظهر بها اسم البرنامج الذي قمنا باختياره مع جدول المسافات والأعماق. يمكن التبديل بين المسافات والأعماق عبر أزرار أعلى وأسفل. يمكن تغيير ضبط التردد الدقيق عبر الضغط مطولا على زر الأسفل حتى سماع نغمة مختلفة، وتبديل القيمة بأزرار اليمين واليسار. يمكن للمستخدم زيادة أو إنقاص وتيرة التردد إلى 12 هرتز، معدل زيادة 1 هرتز لكل ضغطة. يفضل ترك التردد الدقيق على الضبط المصنعي بقيمة صفر. التحكم في الهدف مع أسلوب التحديد بشكل مربع. هذا الأسلوب يسمح للمستخدم بتحديد موقف الهدف بدقة وبشكل أفضل والتحقق من صحة الهدف. يمكن إكمال المربع حول الهدف بمسافة تقدر ب 200 سنتيمتر من مركز الهدف. عندما يكون المستخدم في نفس الخط مع الهدف والهوائيات تتحول إلى الهدف، إذا كان الهدف حقيقي يجب أن تتحول الهوائيات إلى الهدف من كل الجوانب الأربعة، وإلا فإن هناك احتمالا أن الهدف ليس حقيقيا. ملاحظة هامة جدا عند استخدام الجهاز للبحث عن الأهداف التالية: الألماس، الأحجار الكريمة، البلاتينيوم. يرجى زرع وحدة ديب ماستر في الأرض وتشغيلها بأي مكان عشوائي قريب حتى يتم البحث عن الأهداف بشكل سليم وبفعالية أكبر. قياس عمق الهدف: عند أعلى نقطة للهدف أدخل المسابير أو الأوتاد من وحدة قياس العمق ديب ماستر حوالي 8 سنتيمتر في الأرض. قم بضبط التردد الدقيق على 5. اختر برنامج الهدف من الوحدة الرئيسية. قم بالانتظار لمدة 3 إلى 4 دقائق. قم بالوقوف على الهدف وقم بمراقبة الهوائيات وهي تتحول إلى جانب واحد، وهذه هي نقطة الإشارة الأولى. بعد التحرك من نقطة الهدف ستلاحظ أن الهوائيات ستتجه بشكل تدريجي إلى الأمام. توقف عندما تتحول الهوائيات مرة أخرى على إحدى الجوانب، وهذه هي نقطة الإشارة الثانية. عمق الهدف التقريبي هي المسافة بين نقطتي الإشارة، وبنسبة ميل 45 درجة من النقطة الثانية. يستوجب القيام بعدة قياسات عمق من مختلف نقاط الإشارة الثانية لقياس عمق بدقة أكثر. الفولت متر الرقمي على ديب ماستر يبين الجهد أو الفولتات من البطارية. نظام المسح الأيوني. استخدام النظام الأيوني: نقوم بتركيب الميني سنسور بالجهاز ونقوم بشد الحلقة للتثبيت.
نقوم باختيار النظام الأيوني من قائمة اختيار الأنظمة، وستظهر لنا شاشة ذبذبات المسح الأيوني. يستخدم نظام المسح الأيوني للكشف عن الحقول الأيونية التي تنتج عن المعادن المدفونة منذ فترات طويلة تحت الأرض. كل المعادن لها حقول أيونية خاصة بها، ويزداد هذا التأثير بازدياد مدة تواجد هذا المعدن في باطن الأرض وباكتساب المعدن للمزيد من الإلكترونات من البيئة المحيطة به. وتختلف هذه التأثيرات باختلاف المعدن وباختلاف العوامل الأرضية في هذه المنطقة. يستند هذا النظام على الأسس العلمية لخصائص المعدن وتركيبها الكيميائي ورتبة المعدن في الجدول الدوري للمعادن. يمكن نظام المسح الأيوني المستخدم من التقاط إشارات هذه الحقول من مسافات بعيدة، ويقوم بتنبيه المستخدم منها في حالة اقترابه منها. معايرة واستخدام الماسح الأيوني. عند تشغيل الجهاز يرجى اختيار نظام المسح الأيوني من شاشة اختيار النظام. عند بداية تشغيل النظام يرجى عمل إعادة ضبط للنظام أولا، وذلك بالضغط مطولا على زر إعادة تعيين الماسح الأيوني. بعد الانتهاء من معايرة الجهاز قم بالبدء بالتحريك باتجاه اليمين واليسار وبضع مرات للأعلى والأسفل بشكل خفيف أثناء المشي بالجهاز. عندما يقوم الجهاز باكتشاف هدف سيقوم بإصدار تنبيه صوتي متزامن مع ظهور ذبذبات في شاشة البحث. وكلما كانت الإشارة قوية كلما ازداد التنبيه الصوتي وازدادت الذبذبات على شاشة البحث. يمكن استخدام النظام الأيوني للبحث من وضعيات مختلفة ومناطق مرتفعة أو منخفضة عن سطح الأرض، ولا يتأثر هذا النظام بسرعة المشي بالجهاز أبدا. مقياس المغناطيسية. نقوم بتركيب سوبر سنسر الخاص بقياس المغناطيسية الأرضية. ثم نركب سماعة الرأس إلى الجهاز. نقوم بتشغيل الجهاز بعد ظهور شاشة اختيار اللغة، ومن ثم ستظهر شاشة اختيار نظام البحث. نقوم باختيار نظام قياس المغناطيسية بالضغط على Enter. عند الدخول سيشير الجهاز إلى النظام ماجوان بشكل تلقائي، ويمكن الانتقال إلى ماكتو عبر الضغط مرة واحدة على زر ماجناتوميتر على يمين لوحة التحكم. قبل البدء في البحث يجب عليك إعادة تعيين الجهاز، وذلك بالضغط مطولا على زر ماجناتوميتر. أيضا يجب وضع الجهاز بشكل عمودي باتجاه الأرض. طبعا هذه العملية يجب أن تتم أيضا في مكان خال من المعادن. للتأكد من صحة العمل يجب الضغط أكثر من مرة على زر إعادة التعيين حتى يصبح الجهاز ساكنا ولا يعطي أي إشارات أو ذبذبات، ويكون المؤشر في أدنى مستوى له. ثم يمكنك البدء في فحص المنطقة التي تريدها. يعطي هذا النظام الفعال في جهاز ميجاسكان برو المزيد من النجاح للمنقبين والباحثين عن الكنوز والمعادن. أثناء مرورنا فوق الفراغات أو المعادن مستوى الإشارة على الشاشة سيأخذ بالزيادة، وأيضا ستسمع زيادة في ذبذبات الصوت مباشرة. في هذا النظام إذا كنا نمسك الجهاز بشكل مائل ولم نجعل السوبر سنسر عموديا على الأرض يمكن أن نحصل بالتالي على نتيجة خاطئة، لذلك يجب الحفاظ على السنسر عموديا دائما.
يمكنك زيادة وإنقاص الحساسية المغناطيسية وفقاً لظروف التضاريس باستخدام أسهم اليسار واليمين. أيضاً يمكن التحكم في مستوى صوت السماعات باستخدام المفتاح الموجود على كيبل السماعات. مؤشر الهدف: يتم الإشارة إلى الأهداف عن طريق اتجاه خطوط الإشارة إلى الأعلى. إذا كانت الإشارة ضعيفة، هذا يعني أن الهدف إما صغير أو بعيد من سطح الأرض. وإذا كانت الإشارة قوية، فهذا يعني أن الهدف قريب جدا من سطح الأرض أو أنه عميق لكن حجمه كبير. ملاحظة: يجب التأكد دائما من دقة الهدف بعد ظهور إشارة على الشاشة. يجب عليك إعادة تعيين الجهاز خارج مكان الهدف، وذلك بالضغط مطولا على الزر الموجود في أقصى اليمين من لوحة التحكم. فإذا تكررت نفس الإشارة، هذا يعني أن الهدف حقيقي بنسبة 100%. لإيقاف تشغيل الجهاز، نقوم بالضغط على زر تشغيل وإيقاف الجهاز في لوحة التحكم. بعض الطرق للمحافظة على الجهاز: أولاً، ينبغي حماية الكاشف من المستويات العالية من الحرارة والبرودة. ثانياً، لا يتم وضع الجهاز في الحقيبة الخلفية للسيارة أو تحت الشمس في أيام الصيف الحارة أو في العراء في فصل الشتاء. ثالثاً، أخرج البطارية الخاصة بالجهاز إذا كنت لا تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة مثل شهر أو أكثر. رابعاً، يجب الحفاظ على